صاروخ باليستي حوثي يستهدف مخازن الإمداد اللوجستي التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي. هل بات الحوثي يخوض حرباً من طرف واحد؟ ما علاقة هذا القصف بانشقاق جنود وقيادات من قوات حراس الجمهورية؟ أهلا بكم. استهداف مخزن إمدادات ألوية العمالقة جوار مستشفى أطباء بلا حدود من قبل ميليشيا الحوثي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة وسقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح يعيد الحديث إلى معركة تحرير الحديدة المنسية. كيف يمكن تقبل أن يدير الحوثي معاركه ويقصف المدنيين في المخا وتعز دون أن تحدث أي مقاومة من الجيش الوطني؟ لماذا تحول الجيش والقوات التابعة للشرعية أو المحسوبة عليها إلى صراعات داخلية بعيدا عن جبهات التحرير؟ كيف أصبحت جماعة أبو العباس وقوات طارق بؤر عنف داخل المناطق الريفية في تعز؟ ولماذا يغيب الموقف الأممي من جرائم الميليشيا في الحديدة والساحل الغربي؟ وهل لهذه الانشقاقات علاقة بما حدث؟ رغم استمرار التحالف في بناء قوات تتبع طارق صالح، هل الإمارات ما زالت ترى أن ورقة الساحل خاضعة لسلطتها بعيدا عن سيطرة السعودية؟ المخاء وبعد عامين من انتهاء المواجهات تعود إلى واجهة الأحداث مجددا، وهذه المرة عبر صواريخ ميليشيا الحوثي. أطلقت الميليشيا 4 صواريخ سكود وطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للأسلحة في معسكر الإمداد التابع لألوية العمالقة. سقط جراءها أكثر من 20 من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح. هذه هي مستشفى الميداني لأطباء بلا حدود الذي استهدف فيها البارح ميليشيات الحوثية بطائرة مسيرة مع صاروخ باليستي. حصل فيها أضرار مادية كبيرة، والحمد لله استوينا الموقف ولغنا الجرحى الذي كانوا متواجدين في داخلها. قيادة القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي اعتبرت في بيان لها أن الهجوم الحوثي على المخاء هو إنهاء للهدنة ونسف لجهود إحلال السلام في اليمن. يقول أحد أبناء المنطقة للمساء اليمني إن الاستهداف الذي طال أكبر مخزن سلاح للقيادة المشتركة تزامن مع استهداف ميليشيا الحوثي لثلاث جبهات على طول مساحة الشريط الساحلي الغربي من الدريهمي إلى حيس مرورا بالتحيتة، عملية يبدو أنها كانت ضمن خطة كبرى لاستعادة المناطق التي فقدتها الميليشيا خلال العامين الماضيين بعد انطلاق عملية تحرير الساحل الغربي، في محاولة لاستغلال الاضطراب الذي تعانيه الجبهة بعد انسحاب عدد كبير من قوات العمالقة إلى عدن لدعم قوات المجلس الانتقالي في مواجهة قوات الحكومة الشرعية، ناهيك عن التحاق عدد من ضباط ما يسمى حراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح بميليشيا الحوثي في صنعاء، وهو ما يثير علامة الاستفهام حول ما إذا كان لهؤلاء يد في تسريب إحداثية المواقع التي طالتها عمليات القصف. وهكذا تبدو الحرب في عامها الخامس، ففي حين تصارع الشرعية للحصول على موضع قدم في عاصمتها المؤقتة يتهيأ الحوثي لمعركته القادمة في الحديدة وعلى طول الساحل الذي يعود بالمعركة إلى القرب من عدن. بحسب الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار، فإن ميليشيا الحوثي قامت باستحداثات عسكرية جديدة في جبهة الساحل الغربي، عملية حفر الأنفاق وزراعة حقول الألغام وإقامة الحواجز في الأطراف الجنوبية والشمالية والشرقية لمدينة الحديدة مستمرة بوتيرة عالية. لكنها حرب كما يبدو من جهة واحدة لم تجد في مواجهتها إلا تنديدا أمميا خجولا يضع دائما جميع الأطراف في سلة اتهاماته. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الإعلامي أحمد مكيبر من تعز، وسينضم معه آخرون. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور ومساء الخير للسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ أحمد، نود أن تطلعنا على ما حدث بالأمس في المخا بعد الاستهداف الذي تم من قبل ميليشيا الحوثي. بداية، ما حدث بالأمس كان هو
مخطط مرت عليه المنطقة، حيث باغتت قوات ميليشيا الحوثي المتمركزة في المناطق المرتفعة لمنطقة المخا بالتحديد، حوالي 50 كيلو، يعني 50 كيلو. نجد أن مدينة المخا يعني في جهة مع القوات التابعة للشرعية، ومن جهة أخرى تتواجد هناك ميليشيا الحوثي على مقربة من منطقة البرح وحتى منطقة نقطة العيار. بالتالي نستطيع أن ما حدث بالأمس هو عملية طبيعية جدا، لأن الحوثي يترقب المشهد عن كثب ويعرف كل ما يدور في المنطقة، وبالتالي نستطيع القول بأن الهجوم كان مخططا في ظل هذه الأحداث التي شهدتها المدينة. يعني وصلنا إلى مسألة كيف حدث هذا الشيء. حدث في تمام الساعة 6 عندما تحركت حوالي 7 صواريخ باليستية وكذلك 3 طائرات مسيرة. استهدفت الطائرة الأولى استهدفت الميناء والبوابة الميناء بالتحديد وحصل انفجار. كذلك استهدفت التموين، الطائرة الثانية استهدفت التموين العسكري في أمام المجمع الحكومي، وهو أكبر تموين عسكري للقوات المشتركة هناك. كذلك الطائرة الثالثة تم إسقاطها من قبل بعض القوات والدفاعات الجوية هناك في وسط المخا، بينما منظومة الباتريوت عملت على إسقاط 3 صواريخ، وكذا يعني أحدهم أو الرابع تم انفجاره لكنها في منطقة خالية. هذا الاستهداف هو هجوم صاروخي، لم تتقدم قوات ميليشيا الحوثي بل سيطرت، يعني تم ضرب الخط الرابط ما بين مفرق الوازعية إلى مركز المديرية، يعني سيطرة نارية. أصبحت المنطقة يعني بالتحديد في تلك الأماكن، لأن في تلك الأماكن تحت السيطرة النارية، لأن ميليشيا الحوثي لا زالت موجودة وترتب صفوفها في جبال الوازعية وفي جبال الوازعية من جهة البرح. وبالتالي لا نعرف استراتيجية التحالف عندما سعى إلى فصل المخا عن مركز المحافظة وعن جبهات المحافظة وجبهات المدينة، عندما لم يتم الترتيب لدحر تلك العصابة الإجرامية التي لا زالت تتموضع في الوسط، جبهات أو قوات الجيش الوطني من جهة تعز تصل حتى مقبنا، بينما جبهات الساحل الغربي تصل إلى مفرق الوازعية. لماذا لم يتم تطهير تلك الأماكن أو حتى تأمن المنطقة؟ نحن نستغرب في هذا، وقد تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع. نعم، يعني هناك مصادر ميدانية تقول بأن هناك ضغط حوثي أو عسكري حوثي من جبهات التحيتة وحيس أيضا. أين قوات الجيش المختلفة من التصدي لهذا الضغط ولهذا الهجوم؟ نعم، لم أسمع السؤال. نعم، يعني هناك مصادر ميدانية تقول بأنه يوجد ضغط عسكري حوثي على منطقتي أو جبهتي التحيتة وحيس وغيرها من المناطق، ونحن نتساءل أين الجيش الوطني من التصدي لهذا الهجوم ولهذا الضغط أيضا؟ لا نعرف لماذا لم يتم حتى اللحظة ترتيب الجبهات بشكل عسكري مخططي، بحيث يسعى إلى تأمين تلك الأماكن في التحيتة أو في المناطق التي تم تحريرها. لا زالت خروقات ميليشيا الحوثي على تلك المناطق مستمرة، كثير من الجرائم وكثير من المجازر ترتكب بحق أبناء حيس وكذلك بحق أبناء تلك المناطق. الاستهداف يوم أمس كان مخطط حتى للجبهات الأخرى كما أشرتي. هذا السؤال مفترض أن تكون القوات المشتركة على دراية تامة بأن الحوثي يخطط مثل ما هي تخطط، وبالتالي من الأصل أن تضع حساباتها وأن تسعى جاهدة في تأمين تلك المناطق. لكن أن تصبح يعني هناك مخطط، يعني هناك بعض المعلومات تصلنا بأن هناك استيعاب للمتحوثين، هناك استيعاب للحوثيين عن طريق أشخاصهم يقاتلون في تلك القوات، وبالتالي هذا يعتبر خرق من خروقات التحالف
التخطيط العسكري لدى الجبهات الموجودة في الساحل الغربي. ما نراه من هذه الخروقات هو يؤثر سلبا على أبناء الساحل تماما، الذين يعني فرحوا بتواجد تلك القوات، وهم يأملون أن تتحرر جميع القوات جميع المناطق حتى يصلون إلى الحديدة. هناك مأساة إنسانية يعيشها أبناء تلك المناطق، لكن مقابل ذلك ضعف تخطيط عسكري لا نعرف ما يعني ما تحمله الأيام، ربما هل تقدم لتلك القوات أم انحسارها. نعم أستاذ أحمد، يعني جيش وطني وطارق صالح وعمالقة وألوية هامية ومسميات متعددة وكثيرة، وكل واحد يتبع لطرف ما، بينما في الأخير لم يتم تسجيل أي تقدم واحد باتجاه الحديدة منذ قرابة سنة، لماذا برأيك؟ لعلكم والسادة المشاهدين يعرفون تماما الأحداث التي جرت في العاصمة عدن، وعندما حدث يعني كل ما يعني ما تتأثر به الشرعية وقواتها العسكرية هي متأثرة بالمركز الرئيسي أو بالحدث الرئيسي، وهو عدم تأمين العاصمة وعدم التحرك بالشكل المطلوب تجاه توحد تلك الجبهات إلى عملية التحرير. نحن نعرف منذ سنتين أو أكثر يعني المخة تحررت في 2017، لماذا حتى اللحظة يتم استهدافها؟ كذلك المناطق هذه المجاورة لماذا يتم استهدافها؟ هذا السؤال يعني يفترض أن يوجه إلى قيادة الجيش التي من الأصل ووزارة الدفاع من الأصل أن تعرف أن أمد الفترة الأمدية الطويلة هذه تنعكس على المواطنين، وبالتالي هناك كثير من تداخلات وهناك كثير من حسابات سياسية عرقلت باعتقادي الشخصي عرقلت تقدم القوات، سواء القوات المشتركة التي أصبحت يعني قطاع منفصل، أنا أسميها قطاع منفصل لأنها لم ترتبط حتى اللحظة بما يحدث في تعز. هناك يعني في تعز جيش وطني مرابط في الجبهات ليس لديه إمكانيات، اليوم للشهر الثالث على التوالي الرواتب منقطعة عنه، بينما جبهات تعز جبهات الساحل الغربي تستلم ميزانيات ويستلم ويتم الصرف عليها، يعني يتم الصرف بكثير من الأسلحة وكذلك كثير من السيارات والعربات، لكنها لم تحقق أي نتائج حتى الوصول إلى ذلك المكان وهو الحديدة أو تأمينها من الجبهة الغربية. هم يقولون بأن اتفاقية ستوكهولم أو هذه الاتفاقية ستوكهولم عرقلت الموضوع، لكن خروقات ميليشيا الحوثي ما زالت مستمرة وهي في تحدي أن تصل إلى ما فقدته سابقاً. نعم أستاذ أحمد، كونك من أبناء المخا نود أن تطلعنا على الوضع الإنساني هناك وبقية مناطق الساحل الغربي في ظل هذه الأحداث. المخا بطبيعة حالها حتى هذه اللحظات وهي تشهد هدوء حذر بعد ليلة مرعبة، المواطنون يعني شعروا بتلك ذلك الحدث والشظايا تفجر يعني انفجرت في كثير من البيوت، السبب وجود المعسكرات الموجودة في المدينة، يفترض أن تكون المعسكرات خارج المدينة، اليوم يوجد حوالي 3 أو 4 معسكرات، وهذه المعسكرات تمتد من حارة إلى أخرى، لا نعرف ما هي الأغراض من تلك المعسكرات سوى أنها أصبحت تأخذ جزء كبير من مدينة المخا. كذلك الميناء الذي دائما تحدثنا عنه، الميناء الذي من المفترض أن يكون هو الميناء البديل، الميناء الحديدة، ويستقبل جميع ما يمكن يعني توفيره من المعونات الإنسانية، أصبح اليوم معسكر وأصبح الناس محرومون، الوضع الإنساني مريب جدا، الكثير يعول على أن تقوم يعني اتفاقية الرياض هذه بسحب تلك القوات من المخا وتحركها نحو خارج المخا. هناك يعني تذمر من قبل المواطنين بتواجد تلك القوات يعني في المدينة، من المفترض أن تغادر هذه القوات المدينة وتؤمنها خارجيا، وحتى تصبح السلطات الأمنية هي
من تقوم بواجبها. اليوم كثرة تلك المعسكرات هي ما أثرت على المواطنين، يعني بالأمس تم استهداف التموين العسكري وهو قريب من بعض البيوت الموجودة هناك، وبالتالي حرقت بيوت، هناك من جرح من المدنيين، هناك من تذمر من سوء ما حدث. الانفجار استمر حتى صباح اليوم في تمام الساعة 10 وهو مستمر، لكن نتمنى أن يعي القائمون أو سلطة أمر الواقع في المخا أن يعوا بأن لابد من إخراج تلك المعسكرات من مدينة المخا، ولا ننتظر اتفاقية الرياض الثانية، لأننا صراحة قرأنا يعني بند من بنود تلك الاتفاقية أن ربما ميناء المخا يتم استلامه عبر قوة الحماية، حماية المنشآت. نحن متفائلين جدا بما حدث في الرياض، لكن نتمنى أن يكون هناك خروج كلي لتلك القوات التي أخذت جزء كبير من التخطيط الحضاري والعمراني لمدينة المخا، وهذا ما يتمناه المواطنون وبحسب تواصلنا مع كثير من هم في الميدان. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أحمد مكيبر الإعلامي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. ونذهب للأستاذ عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أسعد الله مساءكم ومساء ضيوفكم الكرام وكمان السادة المشاهدين. نعم أهلا بك أستاذ عبد العزيز. يعني الكثير من الخروقات قامت بها ميليشيا الحوثي، وربما يعني اتفاق السويد وؤيد قبل أن يتم الحديث عن تطبيقه على أرض الواقع، لما لم تنسحب الشرعية حتى الآن من هذا الاتفاق على الأقل من باب الاحتجاج على هذه الخروقات العديدة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي؟ لا، هو مش ضروري تنسحب الشرعية، تطلق العنان لمن في الميدان يتحركوا. اولا وقبل كل شيء، اتفاق السويد ينص على وقف اطلاق النار في مدينه الحديده ومحيط مدينه الحديده وليس في الساحل الغربي باكمله. كما ان المخالات تتبع محافظه الحديده هي تتبع محافظه تعز. بقيه الساحل من الفوقه حتى الدريهمي هذا بالامكان انه تتحرك القوات المشتركه في هذه المنطقه. ثانيا، القوات هذه لا تتبع الشرعيه بشكل مباشر ولا تتبع وزاره الدفاع، بامكانها ان تترصل. لكن استطيع القول انه بعد الاحداث التي جرت في عدن تم سحب بعض الويه العمالقه الى عدن، وتم سحب بعض الويه العمالقه الى محافظه الضالع مواجهة الحوثي هناك، وسحب بعض الكتائب ايضا من الساحل الغربي الى محافظة البيضاء الى الزاهر للدفاع عن يافع. فاول كانت قوات العمالقة هذه تشكل راس الحربة الرئيسية لهذه القوات، وبالتالي اصبحت الجبهة ضعيفة. الميزان الشيء الاخر ان الاباتشي التي صنعت الصوره الانفصارات السريعه في الساحل الغربي، اعتقد نتيجه التفاهمات الاماراتيه الايرانيه لن تشارك في معارك الساحل الغربي مجددا. اعتقد ان هناك تفاهمات حول الجانب هذا. الاغرب انه خلال الفتره هذه كلها منذ اكثر من سنه ما يسيطر عليه القوات المتواجده في الساحل الغربي مجازا التي تتبع الشرعيه مجازا فقط، تسيطر على شريط ضيق من 10 الى 15 كيلو متر على امتداد الساحل. كان يفترض توسيع الشريط هذا بحيث انه على الاقل يعطي 30 كيلو متر بحيث بالامكان يكون هناك هجوم ومناوره. اضيف الى ذلك ضعف الروح القتالية، أو لا توجد عقيدة قتالية عند أغلب القوات التابعة لطارق عفاش، لا تمتلك عقيدة قتالية معادية للحوثي بالدرجة التي تمتلكها بقية المكونات. فمثلا أروية العمالقة تقاتل الحوثي كرافضي شيعي مخالف للسنة على سبيل المثال. القوات التي في مأرب كانت قد عادت الحوثي بشكل مبكر، بينما أغلب قوات طارق عفاش كانت ضمن قوات الحوثي المقاتله حتى ديسمبر 2017، فانضمامها الى الحوثي الى طارق عفاش كان جزء من الحرقه والحياه والشيء الانفعالي، ثم تلاشى هذا الانفعال.
على سبيل المثال العقيده القتاليه ضعيفه جدا عند المقاتلين اتباع طارق. فعلوية العمالقه تشكل راس الحرب الرئيسي، وهذه قد انسحب منها الكثير الى عدن والى الضالع والى البيضاء. نعم نعم. إذا يعني نحن نتساءل أيضا أستاذ عبد العزيز، يعني أين فريق الشرعية في لجنة إعادة الانتشار واللجان الميدانية؟ لما لا يكون هناك كشف لكل هذه الخروقات؟ يعني حتى يعني كما قلت كان يفترض أن يتم التفاهم في الميدان نتيجة لما يحدث من خروقات عديدة لم يعد فيها اتفاق السويد موجودا على أرض الواقع. يعني نلاحظ مارتن غريفيث صامت تماما لا يتحدث إلا حينما يحتاج الحوثيون الدعم والمساندة. الأمم المتحدة دورها مراقبة في محيط مدينة الحديدة، لا يوجد مراقبين دوليين على طول الساحل الغربي بأكمله. في المخا لا يوجد مراقبين. قضية أنه قبل عدة أيام طلب طارق عفاش من الشرعية أن تسمع أن تلغي اتفاق السويد. المناطق التي هو فيها بإمكانه أن ينقضها، ومن حقه أن يدافع عن نفسه، ومن حق القوات هذا أن تكون أن ترد على مصادر إطلاق النيران. الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع أن الكل عاجزين عن الرد على الحوثي بالمثل. الحوثي قبل عدة أشهر قصف قاعدة العنز بالطيران المسير، وربما بالطيران المسير، وربما بصواريخ كروز الجوالة، وقتل قيادة الجيش العنز. بعدها قام بعملية الهجوم في عدن وأدت إلى مقتل أبو اليمامة. قبل أسبوع هاجم الحوثي مقر رئاسة الأركان في مأرب، وسلم الله من خسائر كبيرة. أمس هاجم المخا، بمعنى أنه يهاجم جميع التشكيلات القتالية المعادية له. والحقيقة والكل لا يستطيع أن يرد عليه لأن الجميع عاجزين عن الرد. فلا يوجد لدى هذه القوات كلها صواريخ كروز، ولا يوجد لدى هذه القوات صواريخ بالستية، ولا يوجد مع هذه القوات طائرات مسيرة، ولا يوجد مع هذه القوات حتى صواريخ كتل حرارية. القوات هذه كلها عاجزة عن أن ترد على الحوثي. أضيف إلى ذلك توقف جميع الجبهات تقريبا اليوم على سبيل المثال، وخلال الأيام الماضية استطاع الحوثي أن يستعيد مناطق واسعة في الجو من الجيش الوطني. الحوثي الآن هو بيده مبادرة القتال، وهو من بيده المبادرة في الهجوم في أي جبهة، والجميع منتظر متى يهاجم الحوثي. نعم لماذا أستاذ عبد العزيز يعني يظل الجيش الوطني مرتهن لهجوم الحوثي لا يستطيع، وأنت تحدثنا الآن بأنه عاجز عن الرد على الحوثي؟ أولا الجيش الوطني في حالة أن لديه الأسلحة التي لأنه يجب الرد بالمثل على الهجوم. الجيش الوطني لا يمتلك هذه أسلحة الحوثي، الحوثي يمتلك أسلحة متطورة نسبيا يستطيع بها مهاجمة الجميع. ثانيا الجميع مشغولين، جميع التكتلات والتشكيلات القتالية المنضوية تحت الشرعية هي تشكيلات قتالية متشاكسة فيما بينها. فمثلا على سبيل المثال عندما قصفت مأرب الأسبوع الماضي كان بعض التشكيلات المعادية للحوثي فرحانين بقصف مأرب، وفي نفس الوقت عندما قصفت عدن كان هناك من يبتهج فرحا بمقتل أبو اليمامة، وعندما قصفت المخا أمس كان هناك من يبتهج بقصف المخا. نحن أصبحنا أسلحتنا موجهة إلى صدور بعضنا البعض، وأصبح الحوثي عدو ثانوي، وهو الآن يتحين الفرصة لمهاجمة هذا الطرف أو ذاك، وهو في الحقيقة يستعيد المناطق التي كانت خارج سيطرته منذ بداية الحرب. بعضها بدأ يستعيدها منطقة تلو الأخرى. الذي أريد أن أقوله أن معركة حيور مطلع هذا العام وتفرج الشرعية وعدم نجدة حيور أدى إلى فقدان العقيدة القتالية والحماس للقتال لصالح الشرعية، وكان هذا أخطر ما حصل في حجور، أنها قضت على الروح المعنوية للجميع. لو كانت الشرعية تحركت في ذلك الوقت حتى لو انهزمت كان الكل سوف يتقبل الأمر، لكن تفرجوا على حجور ثم تفرجوا على كتاف
ثم تفرجوا على العود ودمت وسقطت المناطق المنطقه تلو الاخرى. لا ننسى ان الحوثي ايضا في محافظه البيضاء استطاع ان يسقط بيده مدير الدناعب، وبالتالي اصبح الحوثي هو المتحكم في المشهد. نعم اذا عفوا المشهد هذا كله نتيجه ضعف القياده السياسيه ونتيجه ضعف القياده العسكريه ونتيجه عدم اتخاذ القرارات المناسبه ونتيجه التشاكس في دول التحالف ونتيجه اختلاف العقيده القتاليه. نعم اسمح لي استاذ عبد العزيز ان ينضم معنا ايضا عبر الاقمار الصناعيه الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي من تعز. مساء الخير استاذ عبد العزيز. مساء الانوار، اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ عبد العزيز. استهداف لاهم مخازن الاسلحه التابعه للتحالف في المخا وسقوط العديد من القتلى والجرحى، في اي سياق تقرا ما حدث بالامس؟ في الواقع الاستهداف بحد ذاته للهدف نفسه وللجهه التي تم استهدافها بمجموعه الصواريخ ربما يحيل الى قراءه من نوع ما، مثلا استهداف ألوية العمالقة تحديدا واستهداف مخازن الأسلحة التي تتبع ألوية العمالقة يؤكد بدرجة رئيسية بأن هناك معلومات استخباراتية حصل عليها الحوثيون واستهدفوا بدقة تلك المخازن. وهذا الاستهداف ربما هدفه الأساسي تغيير في موازين القوى بشكل أو بآخر في منطقة الساحل الغربي، سيما أن هناك شكل من أشكال المنافسة على مسألة قيادة هذه المنطقة، وهناك إجراءات وتحركات خلال الفترات الماضية كانت هدفها الأساسي منح طارق صالح القيادة العامة لقيادة الساحل الغربي وفرضه كأمر واقع باعتباره هو المتصرف بهذا القطاع. وبالتالي ما حدث هو بشكل أو بآخر يشير إلى وجود خرق استخباراتي واضح. هل إذا ربطنا هذا الأمر بعمليات نعم هذا الخرق اذا ربطنا هذا الاستهداف بعمليات الانسحابات او الانشقاقات التي جرت في صفوف قوات طارق عفاش خلال الفترات الماضيه باتجاه الحوثيين، فهذا يؤكد بالضروره بان هناك معلومات تسربت بالتاكيد ادت الى الاستهداف المباشر لهذه المخازن. بنفس الوقت لو اخذنا الجانب الاخر المتعلق بمساله التوقيت، توقيت الاستهداف بدرجه رئيسيه هو جاء عقب ربما ساعات من اعلان او الكشف عن مفاوضات أو مباحثات بين الحوثيين والسعودية كما نشرت وكالة رويترز، وبالتالي الحوثيين كان دائما لديهم القدرة على التعامل مع مثل هذه الظروف واستخدامها سياسيا وإعلاميا وأحيانا عسكريا، وبالتالي كانوا يريدون ربما بشكل أو بآخر إيصال رسالة بأنهم لا زالوا هم المتحكم بزمام المبادرة على الميدان وأصحاب القرار في توجيه الضربات ربما المؤلمة للقوات التي تواجههم في بعض المناطق. في كل الأحوال يعني ما حدث هو بالتأكيد يشير إلى علو كعب الحوثيين في مسألة المواجهة العسكرية وأيضا إمساكهم بزمام مبادرة على المستوى السياسي والعسكري. إذا ربطنا هذا الأمر أيضا بالمبادرة التي أطلقوها في 21 سبتمبر ووجهوها للمملكة العربية السعودية بشأن وقف الهجمات على المملكة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وما تلا ذلك من تصريحات متبادلة فيها شكل من أشكال الغزل وما تم لاحقا عن الكشف عن تفاهمات ومفاوضات تجري، بالإضافة إلى جهد دولي واضح من خلال مثلا بعض الدول الكبرى كبريطانيا وتصريحات السفير البريطاني التي تحدثت عن أنه بالإمكان سحب الحوثيين من الحاضنة الإيرانية، وبالتالي كما لو كانت عبارة عن محاولة لإقناع السعوديين بأنهم بالإمكان أن يكونوا هم أصحاب اللعبة الكبيرة في اليمن من خلال احتواء الحوثيين. الحوثيين وجهوا ضربتهم في الوقت المناسب وبالتالي هم يستفيدون عسكريا وإعلاميا وسياسيا. نعم إذا يعني تحدثت عن الموقف الدولي ربما المساند لجماعة الحوثي، ولكن أيضا يعني ما مدى مساندة المبعوث الأممي؟ يعني هناك سقوط 8 قتلى والعديد من الجرحى ولم نسمع أي تنديد من قبل المبعوث الأممي، والذي عندما يحدث أبسط شيء في الحديدة ضد الحوثيين تظهر البيانات والدعوات الإنسانية والاستغاثات لأجل الحديدة، ما هذا التناقض؟
الأمم المتحدة لم تفعل شيء ولن تفعل شيء، ودورها هو إدارة أزمة وإطالة أمد هذه الأزمة، وهي بشكل أو بآخر مستفيد ومستثمر في هذه الأزمة. علينا أن نتذكر بأن الأمم المتحدة اضطرت إلى تغيير أكثر من رئيس فريق مراقبين خلال أقل من سنة بسبب رفض الحوثيين لمواقف هؤلاء الرؤساء الذين سبقوا هذا رئيس فريق المراقبين الهندي الأخير. هؤلاء المراقبين أو رؤساء المراقبين تعرضت طواقمهم أيضا للاستهداف والضرب بشكل مباشر، ومع هذا لم نسمع أو إطلاق الرصاص، ومع هذا لم نسمع من الأمم المتحدة أي تصريح بهذا الشأن. هي تحاول أن تلعب كما تقول دور المسير والوسيط، ولكنها في النهاية أيضا تستخدم كل الوسائل من أجل الضغط باتجاه إبقاء الحوثيين مسيطرين على كثير من المناطق، وتحديدا محافظة الحديدة. المجتمع الدولي أيضا الذي يلوك دائما الكثير من المفردات عن المعاناة الإنسانية والمتاعب وما إلى ذلك، هو نفسه المجتمع الدولي الذي أعطى الإشارة للتحالف بالبدء بالتحرك تحرير الحديدة. وعندما وصلت القوات الحكومية على مشارف الحديدة ذهبوا باتجاه الضغط لإيقاف هذه المعركة، وهم يستثمرون في عبث التحالف، ويعرفون بأن التحالف لديه أجندة مختلفة متضاربة، وبنفس الوقت هم مستفيدون من إطالة أمد الحرب والأزمة، لأنهم أيضا يبيعون الكثير من الأسلحة في هذه الحرب، وبالتالي يستطيعون من خلال هذه الحرب تمرير أجندات و سياسات وربما سيناريوهات تتعلق بالمستقبل، تتعلق بمستقبل اليمن بعملية تقسيم في المنطقة، عملية أيضا إسناد أدوار ربما لأطراف قد تلعب أدوار خارج حدود اليمن، وستكون ملهمة بالتأكيد لتشكيلات مسلحة وما إلى ذلك. نعم، إذن اسمح لي بالعودة للسيد الهداشي. أستاذ عبد العزيز الهداشي، هل أو ما مدى المخاوف أو احتمالية عودة الميليشيا للساحل الغربي وباب المندب في ظل هشاشة الطرف الآخر إلى هذا الحد الذي وصفته؟ الواقع العسكري يقول هذا ممكن جدا. الحوثي قد يلجأ إلى طريقة المهاجمة من جهة زبيب باتجاه الغرب، بحيث يستطيع أن يفصل القوات المتقدمة عن القوات المتأخرة، خصوصا وأن الأباتشي والبواقي العسكرية التي شاركت في المعركة الساحل الغربي تشارك مرة أخرى. هذا الوضع جيد جدا ومحتمل جدا، لكن حسب تفاهمات إقليمية أنه لن يعود على الأقل في الوقت الحاضر إلى مضيق باب المندب، لكن قد يستطيع أنه يستقبل الساحل الغربي بأكمله من القوات الموجودة فيه، خصوصا إذا ما عرفنا أن رأس الحربة في هذه القوات هي العمالقة، وهذه القوات تم تشتيتها عادت جزء كبير منها إلى عدن نتيجة الأحداث التي جرت في عدن، ونتيجة أن القوات السعودية تثق بها فعاد جزء كبير من هذه القوات إلى عدن لحفظ الأمن في عدن. هذا أولا. وسبق لكم أن هناك على الأقل لواء أو لواءين ذهبين إلى الضالع، ولواء أو عدة كتائب في البيضاء، فالقوة هذه تشتتت وهي كانت رأس الحرب الرئيسية. أضيف إلى ذلك أن هناك تشاكس أو اختلافات ما بين أملاك حماة وقوات طارق، فهم ينظرون إلى قوات طارق على أنها قوات لا تختلف على الحوثي كثيرا، فهم فصل أو الهضبة كما يطلقون عليها كان الحوثي يهيمن على المنطقة، ثم استبدلوا عنصر بعنصر، وللأسف بدأت تظهر النبرات الطائفية، مثلا يقولوا تم استبدال الحوثي بزيدي، كما أن ممارسة قوة طارق في الفترة الأخيرة من اغتصابات وقت وهنجمة وغطرسة وكبرياء على أبناء تهامة جعلت القوات التهامية تنأى بنفسها إلى حد كبير. الانشقاقات أيضا أثرت على الروح المعنوية لقوات طارق، وأصبح الكل يشك الآخر. أضيف إلى ذلك أن طارق أفرج نفسه لم يخض معركة عسكرية ناجحة منذ دخل في الجيش، يعني معركة صنعاء حسمت خلال عدة ساعات اللي حق الثاني من ديسمبر، وباستثناء كمين شملان الشهير الذي نسق عمار مع طارق عفاش لضرب القوة خارجة من الفرجة لقاء الحوثي في وادي ضار، هذا هو الفعل الوحيد طارق عفاش،
وهو وصل الى القياده انه ابن شقيق رئيس الجمهوريه. فالكفاءه العسكريه غير موجوده لا عند طارق ولا عند غير طارق، حتى قوات العمالقه فيهم الاخلاص فقط. الان الحوثي بيشتغل بمهنيه عسكريه عاليه جدا، وبامكانه ان يستعيد الساحل الغربي كاملا. نعم. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ عبد العزيز المجيدي. أستاذ عبد العزيز، يعني أكثر من 4 سنوات من الحرب وتدخل الساحل الغربي السعودية في الساحل الغربي، ومع ذلك هناك فشل في تحرير الحديدة وتأمين خط الملاحة الدولية، ما هي أسباب ذلك برأيك؟ المسألة بدرجة رئيسية تتعلق بطبيعة خطط التحالف وأجندته الخاصة التي لم يكن يظهرها خلال الفترات الماضية منذ بدء عاصفة الحزم. هي تكشفت في ربما في السنة الثانية والثالثة بشكل طفيف عن طريق بعض الممارسات التي أظهرتها الإمارات وبعض الميليشيات. التحالف بالتأكيد دخل بأجندة يعني مشوشة، والكل يعرف بأن هذا التحالف هو تشكل أيضا على إثر دخول الحوثيين لصنعاء، ودخول الحوثيين لصنعاء ربما مش من باب المصادفة أن تكون الدولتين اللتين على رأس التحالف هما من ساند هذا الانقلاب. وبالتالي في النتائج لا أعتقد أن الأمر سيكون مختلفا إلى حد كبير. شاهدنا خلال الفترة الماضية عملية عسكرية تحاول اقتصاص الساحل التعزي تحديدا من تعز وإبقاء تعز محاصرة، و يعني ردف الحصار الحوثي الذي يمارس على تعز من الجهة الغربية بحصار آخر من خلال ما يسمى بالقوات المشتركة التابعة للتحالف، والذهاب بعيدا باتجاه الحديدة مع الإبقاء على الحوثي متمركزا على طول المنطقة الشرقية من الساحل، وبالتالي بالإمكان الحوثي في أي لحظة يلتف على هذه المناطق عسكريا ويقوم بعمليات، وقد حدثت عمليات التفافات كثيرة، وكان يقوم بعملية تقطيع أوصال لهذه القوات، وكان غالبا تتدخل طائرات الأباتشي وتحد من خطورة مثل العملية الالتفاف التي يقوم بها الحوثي. لكن هذا الأمر لا يزال قائما. سياسة التحالف التي اعتمدت بدرجة رئيسية على إبقاء محافظات معينة رهن الحصار الحوثي ورهن سيطرة ميليشيات الحوثي، ثم بعد ذلك ذهبت لتنتقي ما تعتقد بأنها جواهر عليها أن تستخلصها لنفسها من خلال الشواطئ والسواحل وهذه المناطق، وبالتالي كانت تذهب بهذا الاتجاه مزودة إلى حد كبير ربما بدعم غربي تحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دعم غير كامل، هو دعم فقط استثمر في غباء هذه الاستراتيجية ويحاول قدر الإمكان استنزافها ودفعها إلى أن تخلق أسباب تدفع الولايات المتحدة نفسها إلى إيقاف مثل هذه المعارك عند بوابة الحديدة كما حدث وشاهدنا خلال المرحلة الماضية. وبالتالي لم تتأمن حتى طريق الملاحة، وحتى أيضا موضوع تأمين طريق الملاحة لا أعتقد أنه هاجس كبير بالذات للقوى الكبرى. هي ربما أتاحت مساحة واسعة لحركة الحوثي في هذه المناطق، والحوثي قام بعمليات بهجمات كبيرة في مناطق البحر الأحمر وأيضا على مناطق قريبة من باب المندب، أكثر ربما قرابة 30 هجمة استهدفت بارقات حربية حتى أمريكية. علينا أن نتذكر بأنه في أكتوبر 2016 يعني بارقة أمريكية أو ما يسمى بمدمرة أمريكية تم استهدافها مرتين، وبالتالي كان الرد الأمريكي رد يعني لا يساوي عملية الاستهداف بأي شكل، يعني كانت عبارة عن غارات محدودة على مناطق، حتى لم نحصل على صور لنشاهد ما الذي حدث وما هي القوات التي تم استهدافها، ليتم لاحقا الإعلان عن استهداف رادارات وما إلى ذلك. وبالتالي هم عمليا فقط يدفعون باتجاه الصراع إلى ذروته، وبالتالي ولاحقا يذهبون لتهدئة هذا التوتر والعودة للحديث عن مسألة السلام وعن استحالة حسم المعركة بواسطة الحرب واستخدام الورقة الإنسانية بشكل يعني مهين حتى للإنسان نفسه. احنا يعني كان الحائل الكبير والسبب الرئيسي الذي تم استخدامه لمنع استكمال تحرير الحديدة هو الورقة الإنسانية، واليوم يمر أكثر من عام
على اتفاق ستوكهولم قرابة العام على اتفاق ستوكهولم، وهذا الاتفاق لم يتم إنجاز منه حتى يعني بند أو بندين من هذا الاتفاق، لا زال التفاوض على مسألة تنفيذ الاتفاق. نعم. وبالتالي نحن أمام وضع أطال أمد المعاناة الإنسانية، هناك أكثر من 400 ألف إنسان داخل محافظة الحديدة والمديرية الأخرى يواجهون متاعب إنسانية جمه مع هذا المجتمع الدولي لا, لا, لا يكترث. نعم يعني نعم. المعاناة الإنسانية بالذات هي المغيبة من جميع الأطراف، ما هي الأوراق التي بيد الجانب العسكري والسياسي أيضا لتلافي هذا الأمر، خاصة وأنه كلما طال أمد الحرب معناه ازدياد عدد الذين يعانون في هذه المناطق؟ بالنسبة للداخل اليمني لا أعتقد أنه يعني يمتلك الكثير ليفعله، وقد ثبت من خلال اتفاق الرياض بأن ما كانت تمارسه المملكة العربية السعودية والإمارات خلال السنوات الفائتة من الحرب من خلال مصادرة قرار الحكومة الشرعية وأيضا إذعان الشرعية هذه لهذا السلوك الإماراتي والسعودي أدى إلى تتويج ما يسمى باتفاق الرياض. اتفاق الرياض يمنح الوصاية الكاملة للتحالف على المستوى السياسي والعسكري، اليوم لا تستطيعين أن تحركين قطعة عسكرية باتجاه أي منطقة إلا بإرادة التحالف، والتحالف أصبح الآن يمتلك مشروعية إلى حد ما قانونية، وقد حصل من مختلف الأطراف اليمنية على ما يشبه التفويض لممارسة ما يشاء في الخارطة السياسية اليمنية، وبالتالي أصبح قرار الرد على الحوثيين من عدمه هو بيد التحالف، والتحالف قالت المملكة العربية السعودية بأنها ذاهبة باتجاه تسوية ومفاوضات، والمفاوضات يبدو أن تجري من خلال قنوات سرية بين الحوثيين والتحالف. الحوثي يقوم باستعراض قوته في المراحل الأخيرة من الحرب لربما استعادة بعض المناطق، محاولة تقوية حضوره على طاولة المفاوضات وفرض شروطه بشكل أكبر. نحن ربما في يعني يلاحظ أن الحوثي يتعامل بذكاء الأوقات الأخيرة من الحرب. نعم. يتعامل الحوثي بذكاء ويرسم مساره بطريقة واضحة ومحددة، يعرف ماذا يريد بالضبط، بعكس الشرعية والتحالف الذي نجد أنهم يتخبطون، يعني محاصرون باتفاق السويد الذي كما قلت ما زالوا لم يتفقوا عليه فعليا. طارق عفاش يقول يطالب الشرعية بإنهاء هذا الاتفاق حتى يستطيع تحرير الحديدة، وكأنه فعلا من يكبله. وعمليا لم يوجه النداء لأحد، وقال عليهم إنهاء، منهم الذين عليهم إنهاء الاتفاق، هو حتى لم يقل على الشرعية يعني بشكل صريح، وقال عليهم إنهاء الاتفاق، عليهم إنهاء الاتفاق بمعنى أنه يطالب بإنهاء الاتفاق من أكثر من طرف، وهو يدرك تماما بأن الشرعية لا تمتلك قرار إنهاء الاتفاق من عدمه، والاتفاق تم توقيعه بضغوطات من قبل التحالف وتحديدا من قبل السعودية ودور أكبر للإمارات، والأمر بالتأكيد ليس بيد الشرعية. الحوثيون عمليا يشتغلون على نقاط ضعف، لا أقول التحالف هو في النهاية أظهر بأنه ربما كان يقصد الوصول إلى مثل هذه النهاية التي تبقيه طرفا قادرا على الهيمنة والوصاية على القرار اليمني، وبالتالي إيصال مختلف الأطراف اليمنية إلى طاولة تفاوض وهم منهكين وفي حالة ضعف، بما يمكنه من فرض حالة من حالة الهيمنة. لكن على هذا الأمر لا أعتقد أنه ينطبق على الحوثي إلى حد كبير، الحوثي لديه حليف قوي وهو إيران وموثوق ويمنحه الكثير على المستوى الإقليمي والدولي، لديه أيضا قرار إلى حد كبير يستطيع اتخاذ قرار فيما يتعلق ب مسائل المواجهة ومسائل التفاوض وما إلى ذلك، بالتأكيد هو متأثر إلى حد كبير بالقرار الإيراني، لكن في النهاية هؤلاء يعملون وفقا لمعطيات تساعدهم عمليا على قلب الكثير من المكاسب من الميدان بأقل التكاليف، وبالتالي هم عمليا رابحون معظم الوقت، قوتهم تعززت خلال الفترات الماضية، أصبحت لديهم القدرة على الوصول إلى الكثير من المناطق، الطائرات المسيرة تصل وتتجاوز مناطق كثيرة، بالأمس كان هناك هجوم كبير بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت واحد من أكبر مستودعات التحالف وتحديدا ألوية العمالقة، يعني ما يجري هو تتويج لحالة إخفاق داخلي بدرجة رئيسية. الشرعية توجت ضعفها على مدار 4 سنوات بحالة إذعان تام وتسليم أمرها للتحالف، وأصبحت التحالف هو الوصي بشكل كامل على مجريات الأمور في الداخل اليمني.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.